السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ أنا أحمد زايد، انتوا دلوقتي بتسمعوا البرنامج بتاعي على اليوتيوب. يا رب يكون يوم جميل وسعيد عليكم كده ومنعنش والدنيا زي الفل. امبارح النادي الأهلي لعب مع منتخب السويس وفاز 1-0 في المباراة اللي كانت صعبة جدا في دور ال 32 من بطولة كأس مصر في نسخة موسم 22-23، وهدف الفوز كان عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 87 عشان خاطر النادي الأهلي يتأهل لدور ال 16 قدام الداخلية إن شاء الله. الماتش بتاع امبارح كان في الدقيقة 77، كان في خطأ تحكيمي. محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي لعب ضربة مرمى وسط عند حسين الشحات، ولكن الحكم احتسب تسلل بعد ما الحكم الثاني رفع رايته تسلل على حسين الشحات. وده خطأ في قانون الكورة، لأن وفقا للقانون رقم 11 الخاص بالتسلل من قوانين اللعبة لموسم 22-23، وبحسب المادة الثالثة بينص على عدم وجود مخالفة في حال استلام اللاعب للكرة مباشرة من ركلة مرمى أو رمي تماس أو ركلة ركنية. محمد الشحات وكيل حسين الشحات بعد الهدف اللي سجله حسين الشحات طلع واتكلم على ان اللاعب ما يقدرش ابدا ان هو يفرض شروطه على اداره النادي في التجديد، وكشف عن سبب التاخر بتاع التجديد في الفتره اللي فاتت، واتكلم على ان حسين الشحات مضى مدة 3 سنين وما كانش فيه اي خلاف خالص في بنود العقد الجديد، وما فيش اي حد خالص يقدر يفرض شروطه على النادي الاهلي، واكد ان هم تحت امر النادي الاهلي. وكل اللي اتقال حوالين ان في خلافات حول بنود العقد كانت مجرد اجتهادات صحفية. ولما اتسأل انتوا ليه ما طلعتوش بتردوا على الكلام ده، او ما طلعتوش ليه اتكلمتوا على الموضوع دوت، وان مفيش حاجه بتمنع تجديد حسين الشحات للنادي الاهلي، قال ان احنا في العادي ما بنردش على الشائعات، ولا ان مفيش حد في النادي الاهلي بيرد على الشائعات، واحنا مش محتاجين ان احنا نرد، لان المفروض ان الجمهور عارف مين هو حسين الشحات. ووالدة اللاعب طلبت منه ان هو يفضل موجود في النادي الاهلي، وبالنسبه له طلبات والدته اوامر، والاهلي رقم واحد دايما في حساباتهم. كمان ان حسين الشحات وقع في اول جلسه جمعيته مع سيد عبد الحفيظ، ولكن ارتباطات النادي الاهلي كانت هي وراء تاخير التجديد. الفريق لعب شويه ماتشات حاسمه في الفتره اللي فاتت، وما كانش فيه فرصه ان هم يقعدوا يعملوا اي جلسه لاستكمال اجراءات التعاقد. كان في عروض، وعلى لسانه يعني اخوه اللي هو وكيله، ان كان في عروض كتير لحسين الشحات، ولكن الاهلي بالنسبه لهم هو اهم من اي عرض، وكان قرار محسوم. وكان في اتفاق وتفاهم متبادل بين حسين الشحات وبين اداره النادي من البدايه. لما سأل برضو عن قيمة العقد الجديد، قال ما اقدرش اتكلم خالص عن اي امور مالية، ده بيخص النادي الاهلي، ولكن كل اللي انا اقدر اقوله ان النادي الاهلي قدر قيمة الشحات بشكل جيد. وبخصوص تراجع مستوى حسين الشحات، قال اي لاعب في العالم بيتراجع مستواه في بعض الاوقات، ولكن احنا متأكدين ان دايما الجاية هيبقى احسن زي ما كان حصل في الفترة اللي فاتت. كمان اكد على ان بيرسو موسيماني المدير الفني السابق الجنوب افريقي للنادي الاهلي ما كانش سبب خالص في تراجع مستوى حسين الشحات، وكان المستوى متراجع بسبب الضغوط اللي كانت على اللاعب، وكل المدربين في النادي الاهلي عملوا معاه بشكل جيد، وكلهم عارفين قيمه حسين الشحات. النادي الاهلي ان شاء الله هيلعب الماتش اللي جاي في الدوري ضد البنك الاهلي يوم بعد 4 ايام، يوم الخميس ان شاء الله موافق 29 يناير. كمان بقى خلينا نتكلم عن حاجة حصلت غريبة جدا في ماتش امبارح مع المنتخب الاولمبي. كان في سوء حظ غريب جدا بيلازم ابراهيم عادل في الماتش، يعني حاول الولد بكل شكل من الاشكال ان هو يخرج هدف الفوز لمنتخب مصر، ولكن للاسف الشديد يعني شاط 3 تسديدات، الثلاثة جم في القائمين والحارة في خلال 20 دقيقة. المباراة بتاعت مصر والنيجر كانت متلعبة على ملعب طنجة في المغربية، ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية، والتعادل بدون أهداف، انتهى بالتعادل بدون أهداف، ولكن حاول منتخب مصر إن هو يعني يحرز أهداف في المباراة دي، ولكن
كان في سوء حظ غريب جدا في اول مباريات مصر بكاس افريقيا تحت 23 سنه. مجموعه مصر فيها النيجر ومالي والجابون. بس دي كانت كل الاخبار بتاعتي النهارده الصبح، ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام عليكم.